السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء تلاميذ السنة الثانية متوسط اليوم إن شاء الله رانا راح نحلو نموذج لاختبار الفصل الأول نبدأ على بركة الله بالنص Hello friends my name is Bilal Al uh, الفوديل مرحبا أصدقائي أنا اسمي Bilal الفوديل I am a fourth year pupil at العاقل العاقل all middle school in تابلت انا نقرا في نقرا السنه الرابعه متوسط في متوسطه آه العاقل عالي العاقل عالي ميدل سكول اوكي وين في تابلت آه الكتابه شويه ما راهيش آه ما راهيش واضحه شبلي ديستريكت معناتها هنايا في تابلت في مقاطعه تاع شبلي I want to show you some places at my school. أنا حاب نوري لكم بعض الأماكن في المدرسة التاعي. My beautiful school has two floors. قال لك يعني المدرسة التاعي الجميلة عندها طابقين. The ground floor and the first floor. قال لك الطابق الأرضي والطابق الأول. The administration is next to the staff room. قال لك هنايا الاداره هي راهي مقابله لقاعه العمال ولا قاعه الاساتذه I study at classroom 3 يقرا في القاعه رقم ثلاثة It is at the corner اللي راهي موجوده في الزاويه We have two uh, science labs عندنا زوج uh, وش يقول لهم يعني مخابر Uh, science lab one is between science lab two and informatics lab يعني المخبر رقم واحد جايبين المخبر رقم اثنين وقاعة الإعلام الآلي uh, the sports ground is also at the corner قلت لك يعني والساحة تاع سبور uh, جاية أيضا في الزاوية the parking is one is on the left of the administration قال لك الباركينج جاي في الجهه اليسرى تاع الاداره and the green club ولا النادي الاخضر is between the library is behind عفوا is behind the library وهذاك النادي الاخضر جاي, جاي وراء ال library اوكي وراء المكتبه ومن بعدك هنايا قال لك what about you can you describe your school places قال لك معليش تقول لنا تهضرنا على السكول تاعك نروحوا الان للاسئله تاعنا واش تقول قال لك هنايا choose a b c or d to complete the following sentences عطى لك هنايا بعض الجمل وقال لك هنايا ها هي وكملها لنا باي a ولا b ولا c ولا d واش قال لك بلال is a pupil at بلال هو تلميذ وين اسم اسم المتوسطه تاعه شريف رابح ولا مهدي محمد ولا العاقل علي ولا زهره جلالي هنا الإجابة قريناها في النص هي سي وهي العاقل عالي. بعدين بلال describes his وش كان يوصف بلال؟ كان يوصف في الهاوس تاعو ولا السكول تاعو ولا البادي الجسم تاعو ولا الكات تاعو القطة تاعو. هنا راي واضحة أنه الإجابة بي كان يوصف في المنزل تاعو. أوكي؟ okay. his school has المدرسة تاعو عندها two floors, three floors. are four floors ولا five floors عندها طابقين طابق اوكي جزئين يعني هنا الاجابه هي two floors اوكي نروحوا الان للتمرين رقم اثنين answer the following questions اجب عن الاسئله التاليه شوفوا نديروا الاجابه شفاهيه وبعد كده نخلي لكم الاجابه مكتوبه اوكي هنا واش قال لك السؤال قال is Bilal's school beautiful اسكو هل المدرسة تاع الجميلة هنا الإجابة نعم نقولوا yes it is okay. where is the school uh, where is the sports ground أين تقع uh, قاعة ولا ساحة الرياضة هنا وش قال لك وش قال لك هنا يا؟ قال لك الإجابة هنا يا. the sports ground is also at the corner okay. نقول the sports ground is at the corner متفاهمين نروحوا للاسئله رقم ثلاثة قال لك read the following statements and write true or false قال لك نقرا لنا هذه الجمل اللي عطيناها لكم وقولها لنا اسكو راهي true صحيحه ولا false خاطئه بلال is a pupil at primary school بلال هو تلميذ في الابتدائي صح ولا خطا true ولا false الاجابه خاطئه وهي false اوكي هاي okay. فولس فتكتب بعدين Uh, his school is beautiful. school تاعو شابه ولا ماشي شابه هذه الإجابة صحيحة هو قالها the administration is next the classroom. 3 is next to classroom 3 قال لك الاداره راهي مقابله القاعه رقم ثلاثة نروحوا نشوفوا الاجابه تاعنا لا صح ولا لا لا قال لك the administration is next to the staff room خطا هنا نقولوا false هنا نكتبو false the parking is on the left of the administration قال لك يعني جاي في الباركينج جاي في الجهه اليسرى تاع administration هنا نروحو نتأكدو من الإجابة تاعنا قال لك هنا the parking is on the left of the administration very good الإجابة الأخيرة صحيحة ونكتبو تشرب نروحو نشوفو الآن الجزء الثاني تاع 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 السجي إذا uh, التمرين الثاني ولا الجزء الثاني قال لك reorder the following words to get coherent sentences قال لك رتب لنا هذو الكلمات باش نتحصلوا على جمل صحيحة الأولى school مدرسة floors طابق طوابق my تاعي إثنان إثنان has لديها هنا مدرستي لديها طابقين my school has two floors my school has two floors هذه الإجابة الصحيحة is the hall the administration next to يكون الهال الهول, آه, والإدارة آه, متقابلين وش نقوله The hall is next to the administration okay؟ نقول الهول جاي مقابل الإدارة But at the corner جاي في الزاوية The school clinic is معيادة مع المدرسة عيادة المدرسة جاية في الكورنر. The school clinic is at the corner نقطة خلاص؟ التمرين رقم اثنين قال لك spot the mistakes and write the correct sentences on your answer sheet قال لك هنايا كاينه خطا في الجملتين صححها واكتب الاجابه الصحيحه قال لك he has tall and fat هو لديه طويل و لا هنا ما نستعملوش هاز هنا نقولوا اي ام انا اكون طويل وسامي اوكي اي ام ماشي اي She has short slim hair. She has short slim hair. هنا وش نقوله؟ نقوله she has got a short hair. هذه سليم طيرها قاعد نحيا. Okay. نقوله she has short hair. هذه سليم نحيا. Okay. بعدين وش قال لك pronounce pronounce and classify the words according to the sound D. هنا عطاو sound الساوند وراها الساوند دي اللي ننطقوه ولا الساوند دي اللي ما ننطقوش بطالك بعض الكلمات هذو الكلمات كامل يحتوى على الحرف دي بصح بعض الكلمات دي ما تنطقوش وبعض الكلمات دي تنطقها هنا عدنا هاند نقولوا هاند صم ولا hand صم هنا في كلمة هاند صم ما ننطقوش الدي نقولو صم، اوكي؟ ديروها هنا سايلنت، نكتبوها هنايا هاند صم. داي هاي في البداية، دائما الدي تكون في البداية لازم ننطقوها، داي تكون منطوقة، اوكي؟ هنا كاردون ولا كارون؟ كاردون ولا كارون؟ هنا في هنا sandwich ولا, sandwich. Sandwich ولا sandwich. هنا عندنا ساندويش ولا ساندويتش ساندويتش ولا ساندويش؟ هنا. هنا في هذه الحالة كاردن. كاردن. كاردون ننطقوها كاردون أوكي ننطقوها كاردون بالصح ساندويتش هي في حقيقة الأمر إحنا إحنا كنا نطقون نقوله ساندويتش بس في حقيقة الأمر دي ما تنطقش تنتق... نقوله ساندويتش تنطق هنا إذا الصامتين هي هانسوم ساندويتش أوكي نحطهم هنا يا داي نطقوها وكاردون ننطقها أوكي بعدين دوك شوفوا الإجابة مكتوبة، نروحوا للتمرين الأخير ولا الوضعية الإدماجية تاعنا، واش قال لك هنايا؟ قال لك شوف، قال لك بلال إز ويتين فور يور ريبلاي، قال لك بلال ويسنا في الرسالة تجاوبوا فيها، بروف هيم ذات يو آر أ good جود بيبل، قال لك بينوا باللي تلميذ جيد، أوكي؟ واش رايح تدير له؟ describe your school places using Uh, preposition of location قال لك وصف له المدرسة تاعك مستعملا لل هذوك الأدوات الربط تاع المكان next to behind إلى آخره أوكي أعطاهم لك هذوك preposition اللي عاونك هنايا next to at the corner on the left on the right behind between الى اخره انت راك رايح توصف توصف المدرسه تاعك راح تقول تهضر بلي المدرسه تاعك شو اول حاجه تهضر المدرسه تاعك بلي كي شابه ولا ماشي شابه آه, ثاني شي راك رايح تهضر شحال فيها من طابق آه, ثاني شي تهدر على الساحه تاعها تهضر على عدد عدد لل... القاعات أه تهدر على الموقع تاعهم مثلا القسم تاعك وين جاي بين القسم الفلاني والقسم الفلاني راك أه رايح على الاداره المهم دوك نشوفوا حنايا الاجابه تاع هذا أه مكتوبه اوكي اذا مادام راك رايح تجاوب صاحبك وش رايح تكتب تقول هالو ماي فريند مرحبا اصدقائي I want to describe my school for you راني حاب نوصف لكم المدرسة تاعي إليكم My school is beautiful هنا راك راي تقولوا بلي المدرسة تاعي جميلة And clean ونظيفة It has two floors هكا هدرت عليها من طوابق عندها طابقين The first floor and the second floor فيها الطابق الأول والطابق الثاني Okay قال لك The classrooms القاعات are on the first floor القاعات جايين قاع في الطابق الأول the administration is on uh, is in the ground floor هنايا قال لك الاداره جايه في الطابق الارضي the hall is at the corner قال لك يعني هذاك الهول جاي في الكورنر في الزاويه and the administration is next to the staff room قال لك والاداره جايه مقابله قاعه الاساتذه the sports ground ساحه uh, uh, الرياضه is behind the green club جايه وراء النادي الاخضر the library المكتبه is between classroom 2 and informatics lab uh, المكتبه جايه بين القاعه رقم 2 وقاعه الـ 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 الكمبيوتر science lab 1 آه شو يقولوا المخبر رقم واحد is on the left of class classroom three and four جاية آه في يسار القاعة ثلاثة وربعة I love my school my classmates and my teachers أنا نحب بزاف المدرسة تاعي والأصدقاء تاعي والأساتذة تاعي أوكي أنا بديت لكم بالحل تاع هذه ال هذه الفقرة وذوق بعدها تشوفوا مباشرة الحل تاع التمارين تاع الجزء الاول والثاني